راجمة صواريخ فائقة الحجم اختبرتها كوريا الشمالية بعد أيام فقط من إبدائها الرغبة في استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. القاذفة الأضخم في العالم والتي خصصها مجنون كوريا الشمالية كيم جونغ أون لتدمير جارته الجنوبية بجميع قواعدها الأمريكية. رشقة واحدة فقط من صواريخها كفيلة بقتل كافة أشكال الحياة في سيول. صواريخ مجنحة وفرط صوتية تحمل رؤوسا نووية وحرارية وبيولوجية، قنابل عملاقة بتقنيات سرية لا يمكن اعتراضها. في هذه الحلقة المميزة من مارشال نستعرض لك عزيزي المشاهد مراجعة تفصيلية لأضخم قاذفة صواريخ مخيفة صنعتها البشرية. تابع الفيديو حتى النهاية ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. نظرة عميقة على أضخم أسلحة المجنون. تصنف الولايات المتحدة راجمة المجنون KN-25 على أنها قاذفة صواريخ باليستية متعددة المهام، إذ يمكنها حمل أشكال مختلفة من الرؤوس الحربية بوزن يصل إلى 600 كيلوغرام، أي إن انفجار رأس حراري منها يعادل انفجار القنبلة الروسية الأحدث FAB-1500، والتي تستطيع تدمير مساحة تقدر بحجم 5 ملاعب كرة قدم. لكن هذا القدر من التدمير لا يشبع رغبات مجنون كوريا الشمالية، الذي يشرف بنفسه على اختبارات الأداء للأسلحة التي تنتجها بلاده، والذي يسعى أيضا لجعل بلاده القوة النووية الأكبر في العالم. وتشير تقديرات الخبراء الغربيين إلى أن صواريخ KN-25 يمكنها حمل رؤوس نووية تكتيكية بقدرة 20 ميجاطن وما دون، كما يمكنها حمل قنابل بيولوجية أو كيميائية. وتتميز هذه الفئة من الصواريخ بدمج هندسة الصواريخ الفرط صوتية والمجنحة والباليستية في ذات الوقت، لكن من غير المعروف ما إذا كان بإمكان الصاروخ حمل أكثر من رأس حربية أو يمكنه تأدية مهام متعددة. نظرة عميقة على البدن والهيكل الخارجي. تأتي القاذفة الأضخم عالمياً بأربع فوهات إطلاق، يمكنها الانتقال من وضع الحركة إلى وضع الرمي خلال مدة 5 دقائق، ويمكنها تفريغ ذخائرها بفاصل زمني يبلغ 20 ثانية من الصاروخ والآخر، وتحتاج إعادة تذخيرها إلى نحو 18 دقيقة. يتراوح مدى صواريخ KN-25 بين 300 و320 كيلومتراً، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تتراوح بين 150 متراً وحتى 11000 متر، ودقة الخطأ في إصابة أهدافه تتراوح بين 20 و300 متر. وبالوقوف عند مدى الصواريخ، فإن أبعد نقطة في كوريا الجنوبية عن كوريا الشمالية لا تتجاوز 350 كيلومتر، ما يجعل نحو 90% من أراضي الجارة الجنوبية في مرمى راجمة صواريخ كيم جونغ أون. وبحسب ادعاءات الجارة الجنوبية، فإن الجيش الشمالي عمل خصيصاً على تطوير وصناعة هذه القاذفة لتهديد أمنها ولشن هجمة بمئات وآلاف الصواريخ المدمرة في حال اندلعت أي مواجهة بين البلدين الذي تسود العداوة على العلاقة بينهما. أما وزن الصاروخ مع الرأس الحربي فيبلغ 6600 كيلوغرام، وطوله 8.2 متر وقطره 60 سنتيمتر، بينما يتم تحميل القاذفة على مركبة من طراز تترا 813 تشيكية الأصل ثمانية الدفع، والتي يبلغ طولها 8.9 متر وعرضها نحو 2.5 متر وبارتفاع 2.8 متر. تعمل المركبة بواسطة محرك من 12 أسطوانة يتيح لها الوصول إلى سرعة 80 كيلومترا في الساعة على الطرق الممهدة، وبسرعة 55 كيلومترا في الساعة على الطرق الوعرة أو في المناطق الزراعية والجبلية. ويمكن للمركبة البقاء في المهمة وقطع مسافة 450 كيلومتر دون الحاجة للتوقف أو التزود بالوقود، كما يمكنها عبور الأنهار والمستنقعات المائية والخنادق حتى ارتفاع 1.2 متر. وتحتاج كل قاذفة KN-25 إلى طاقم مؤلف من 8 أفراد، هم قائد الوحدة والسائق ومختصين 2 للتربيض والتسديد وأربعة آخرين كفريق مساعد. كيف تعمل راجمة المجنون الباليستية؟
تعمل صواريخ كي N25 بثلاث محركات تستخدم الوقود الصلب وتعمل على التتالي. يمكنها إيصال الصاروخ إلى سرعة 4.2 ماخ أي نحو 5000 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة قريبة جدا لإدخال هذه المنظومة ضمن فئة الأسلحة الفرط صوتية. وأهم ما يميز هذه الفئة من الصواريخ هو تزويدها بتقنية الزعانف الستة الدوارة في مؤخرة الصاروخ، وهي تقنية خاصة بكوريا الشمالية تسهم في رفع كفاءة الصاروخ خلال الرحلة والحفاظ على استقراره في المسار وتحقيق إصابات دقيقة. وبحسب خبراء عسكريين فإن هذه التقنية تسمح للصاروخ بالاستجابة لأوامر أنظمة التوجيه وتطبيقها في الوقت المباشر، وهذا يعني أن صاروخ كوريا الشمالية يمكنه المناورة رغم تحليقه بسرعات عالية، ما يجعله هدفاً يستحيل اعتراضه من قبل منظومة الدفاع الجوية لعدم قدرتها على تحديد أو توقع مساره، إضافة لسرعته التي تصل كما ذكرنا إلى 4.2 ماخ. كيف تصطاد راجمة المجنون أهدافها؟ ويستخدم الصاروخ في الملاحة نظام القصور الذاتي، حيث يقوم كمبيوتر مدمج في هيكل الصاروخ بقراءة وتحليل البيانات الواردة من مستشعرات الحركة والحرارة والسرعة والارتفاع والتسارع وجيروسكوب التوازن بهدف تحديد موقعه بشكل ذاتي. ويحول نظام القصور الذاتي أو الملاحة الذاتية بين الصاروخ وأنظمة التشويش ورادارات العدو، وبالنتيجة صعوبة واستحالة اعتراضه بأنظمة الحرب الإلكترونية مهما كانت متطورة. كما يستخدم نظام التموضع العالمي GPS إضافة لنظام اتصال وتوجيه عبر الأقمار الصناعية العسكرية الكورية الشمالية. ومن المرجح أن تعمل بعض إصدارات الصواريخ وخصيصاً التي يتم تزويدها برؤوس حربية نووية فقط بأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية العسكرية الخاصة. العيوب والمميزات: تعتبر منظومة كوريا الشمالية مستوفية لجميع ركائز القوة، لكن أخطر ما يميزها قدرتها على شن هجمة صاروخية باليستية بمئات الصواريخ بشكل متزامن. والسيناريوهات المتوقعة في هذا الهجوم إما عجز الأنظمة الدفاعية للعدو الافتراضي عن التصدي لهذه الصواريخ جميعها، أو التصدي لجزء منها فقط، تماما كهجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير شباط من العام 2022 عندما أطلقت نحو 500 صاروخ كاليبر في ليلة واحدة، منها نحو 400 صاروخ تمكنت من الوصول لأهدافها. أما نقاط الضعف فيها فتكمن في ضخامة حجم المنظومة وانخفاض سرعتها وضرورة بقائها ضمن نطاق 200 كيلومتر من خطوط التماس وميادين القتال، ما يجعلها بالنتيجة هدفا سهلا للطائرات المسيرة التي أصبحت تستخدم في حروب العصر الحالي أكثر من الجنود أنفسهم. التاريخ التشغيلي: لا تكشف كوريا الشمالية عن أي من برامجها العسكرية خلال مراحل التخطيط والتصنيع، لذا من غير المعروف الفترة التي عملت فيها على تطوير منظومة KN25 الصاروخية، لكن جيران كوريا الشمالية رصدوا أول اختبار لصواريخ KN25 في يوليو تموز من العام 2019 ثم في أغسطس آب من العام ذاته، ما يرجح دخوله قيد الخدمة الفعلية. وكشفت كوريا الجنوبية عن تقارير استخباراتية تقول فيها إن 80 قاذفة صواريخ من طراز KN25 يمتلكها جيش كوريا الشمالية حتى بداية العام 2022، وتوقعت تلك التقارير وصول العدد إلى 500 بحلول العام 2025. وأضافت بأن على حكومة سيول العمل على إيجاد منظومة ردع للحد من تهديدات القدرات الصاروخية التي تطورها جارتها الشمالية بشكل يومي. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لمنظومة KN25 الصاروخية؟ وبرأيك هل تستحق التصنيف في فئة الصواريخ الباليستية أم ضمن قاذفات الصواريخ المتعددة؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.